سوينا له ترقيد هوائي قبل 22 يوم في المقطع السابق، هسه راح نقصها ونشوف الجذور مالته. هذا التين على طول السنة نقدر نجذره، يعني هسه الجو كلش حلو يعني ربيع. هسه هاي راح ناخذها نفتحها ونشوفها. هاي ما شاء الله جذور، هاي يعني خارج الترقيب. بس هذا شنو تأثير الغرفة أو الدارسيني؟ هاي الجذور، هاي التربة بعد هي يعني الجذور بعد هي توها بادية بيها، بس هاي يعني سطحية فوق صايرة. هاي ما شاء الله الجذور مالتها. هاي هسه حتى لو ما طالعت جذور هنا بعد هاي يعني ناجحه ان شاء الله 100%. هاي راح نستخدم هاي سندانه، راح نغرسها بالسندانه. هسه صارت عندنا شجرة، يعني ان شاء الله راس تثمر. هاي هسه راح نبني نرويها، هاي خاطر نحافظ عليها نخليها مكان ظل، خاطر نموها يظل مستمر لا تتأثر، لأن قصيناها من الشجرة ونقطيها، نحاول نقطيها يعني بأي شيء، قنينة بلاستيك بنايلون نقدر نلفها، يعني أي شيء ما نخليها يعني مفتوحة على مود لا يلوح الهواء وتذبل يصير بيها ذبول. هاي عندنا قنينة بلاستيك، هاي على مود لا تتأثر، هاي نقدر هاي الأوراق مالتها يعني نقص من عندها ونقدر نخليها ما تأثر، يعني هاي بهالشكل هذا، هاي المكان نخليها جوا الأشجار على مود ما تتأثر، هاي نحافظ عليها بهالشكل هذا، هاي نقدر نشيل القنينة بعد يعني مثلا فد 10 أيام ونرفعها بعد خاطر لا تتأثر.